أنا اسمي الشيف إبراهيم وتد. على كل حال إحنا بدنا نحضر اليوم طبق اسمه صحي صح، ترجمناك إنه حرفي فشري بري، يعني إحنا بدنا نحضر كل الأكل الموجود هون عندنا، مأكولات منوعة، بدنا نحطها في مرتبان. هي عمليا تبولة لكن غيرنا شكلها. الكل غسل يديه صحيح؟ الكل غسل؟ آه كل غسلنا. آه لازم قبل ما نطيب في الأكل نغسل إيدينا بمي وصابون. آه قص هيك، شايف؟ روحوا تعال هيك، هوب 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 هوب. طلع بدنا نقص النعناع. فين بلا فلفل؟ وين الفلفل؟ بس انت العب بالالوان على كيفك، بدك تحط الاخضر تحت الاصفر فوق كيف بدك. الفعاليه اللي موجوده هون مهمه جدا، اللي بتمكن الطلاب انهم يلمسوا بحواسهم الخضروات والفواكه ويركبوا وجباتهم. هذه العمليه هي بتقرب الطلاب من ان يكونوا باتصال مع الاكل تبعهم اللي هم بيلتقوا فيه ثلاث مرات في اليوم. يحكي لكلكم قد عالكميه، طبعا كل واحد فيكم قدامه ورقه مكتوب عليها المتكون المتراخيم، كل واحد بالضبط قديش بدك تحط من كل نوع. البلدية في إلها قسم كبير في تطوير الصحة لدى الأطفال في المدارس، وذلك عن طريق الشراكة ما بين وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والمدارس نفسها، بين المدراء، المعلمين، وصلاً بدءاً للطلاب، وصولاً للطلاب. بهذا الشكل نقدر نوصل للأهالي في البيوت، للمجتمع بكافته، وعملياً التغيير بتم بدءاً في المدرسة.